كتشوفوا معنا دابا كنتواجدوا في ثاني اقدم حمام في تركيا. هذا الحمام موجود في الاوتيل عندنا، كاين مكان خاص بالرجال وكاين مكان ثاني خاص بالنساء. وهذا المكان، هذا الحمام هذا عتيق بزاف، يعني قديم بزاف كما وريتكم من قبل التاريخ ديال البناء ديالو. كنتمنوا بانكم تزوروه، واغلبيه ديال لي كليون عندنا ملي كيجيو لهنا ضروري يزوروا الحمام هذا. تبعوني باش نشوفوا معايا فين غادي نمشيو اليوم. يلا غادي نحاول بانني نتحدث لكم على اربانو واللي سيرفيس اللي موجودين عندنا. كما كتشوفوا هذا هو نوفا بلازا بيرا. يلا تبعوني. هذا الفيديو انا درته باش نوريكم بزاف ديال الحوايج اللي كنخدموا فيهم، من ضمنهم السياحه الطبيه، زراعه الشعر، الاسنان، التجميل كامل، يعني جميع انواع التجميل، البطن، الانف، كل شيء. كنتمنى بانكم تزورونا مع أربانو ميديكال، كل شيء بين يديك. ماشي احنا الوحيدين، ولكن الحمد لله نحن الافضل. كما قلت لكم عندنا اليوم واحد المفاجأة، وهذه المفاجأة هي اللي غادي تتعرفوا معنا فيها هنايا في مركز دوكو التابع لأربانو ميديكال. حاليا غادي نشرح لكم على هذه المفاجأة. المفاجأة وهي بزاف ديال الناس اللي عندي في الانستغرام كيتواصلوا معايا، لان كيجوا عندي بزاف ديال المشاهير لا كلينيك، وبزاف ديال المجالات كيجيو مشاهير عندنا وكيجيو ناس من المغرب بزاف من جميع انحاء العالم. داكشي علاش قررت اليوم باش ندير واحد العمليه اللي تكون تجربه عندي انا الاول، يعني ديجا الناس بزاف داروها ولكن قررت اليوم نجربها في راسي. ولكن ماشي غير تجربه، لان اصلا عندي مشاكل في التنفس ديال الانف. هذاكشي علاش ملي سولت الدكتور قال لي بان خاصك دير عمليه، لان عندي القنوات في الانف، وحده صغيره وحده كبيره. داكشي علاش ملي سول الدكتور قال لي خاص ديرها. داكشي علاش قلت علاش لا، غندير عمليه. يحاول يقاد واحد شويه، وبزاف ديال الناس عندي في الانستغرام كيقول لي حاول تقادني. فاكتشفت اليوم قررت باش بانني نديرها. غادي تبعوا معنا لي باب كلها اليوم ديال عمليه تجميل ديال الانف. خليكم معنا، يلا تبعوني باش تشوفوا النتيجه من بعد. دابا حاليا غادي ندخلوا للغرف الخاصه بالمرضى. هنا فين غادي يدخلوك ترتاح ويديروا لك بلاد تيست، كل شيء. غادي نشوفوا الممرضات معنا دابا حاليا فين شنو غادي يديروا معنا. هادو هما الغرف الخاصه بالمرضى اللي غادي ندخلوا نرتاحوا هنايا. كما كتشوفوا معنا كل شيء معقم، كل شيء نظيف، كل شيء نقي. هنايا فين غادي نرتاح. اول حاجه غادي خصني باش ندير البلاد تيست وندير التحاليل ديال القلب والتحاليل كلها، غنديرهم في هذا لابارتي هنا في هذا الشومب غادي. وفي نفس الوقت من بعد العمليه هنا فين كترتاح، هنا فين كيزوروك حبابك وصحابك. خليكم حتى تشوفوا معنا في العمليه ان شاء الله. نهار جديد، عارفكم كتسناو في النتيجة. دابا غادي نمشيو عند الدكتور باش نشوفوا النتيجة. هاي، هاو ار يو؟ هاو از ايفريثينغ؟ يلا تمشيو. كما كتشوفوا الحمد لله ما كاين لا زروقية لا حمورية لا خضورية. ودابا غادي ندخلو عند الدكتور نشوفوا النتيجة. اجيو معاه. هاي دكتور، هاو ار يو؟ اي ام ريدي تو اي سي ذا ريزولت. انا واجد بتسنى النتيجه، وانا عارفكم حتى نتوما كتسناو في النتيجه. خليكم معنا. بسم الله. دابا الدكتور كاين واحد اللعيبات، واحد السيليكون كاين داخل، غادي يحيدو غيحيد هاد اللعيبه هادي، غادي نشوفوا النتيجه. واش غادي نولي امريكاني ولا نبقى مغربي ولا غنولي فلبيني؟ غنشوفوا دابا حاليا. خليكم معايا.
هني في جديد بان. كنتمنى ان شاء الله بان يكون عجبكم. واخا انا المهم عندي هو تنفس دابا كنتنفس مزيان. واخا باقي واحد شويه دابا خصني نيطواياج وخصني الماساج من هنا وسميتو. عندي واحد 8 اسابيع غادي يكون كلشي بيرفكت. اي واحد بغى يتواصل معنا على قبل الا عنده الشخير او لا عنده مشكل في النيف او لا عنده النيف مهرس يتصل على هذا الرقم هذا. ومرحبا بكم في اسطنبول أرپانو ميديكال.